أنا مانيش قادرة وتعبانة وقلبي موجوع، لأن كان معايا 3 عيال وال3 عيال رموني وأنا مرمية ما بين الحياة والموت، والغريب والقريب بيطل عليا ويجيبوا لي أكل ويجيبوا لي شربي، واللي هيجيب لي النهاردة مش هيجيب لي بكرة، ومش عاملني، وأنا كنت بخيط بقيت أخيط بالليل وأبيع بالنهار وأشيل البوق على دماغي والحديد في إيد والميزانة في إيد عشان أنا أقعد أبيع، وربيتهم وكبرتهم 3 عيال والآخر رموني مستقلين فيا، ويحت على رجلي ورجلي اتكسرت، ركبت 7 مسامير فيهم وشرايح، وبقيت قاعدة في الفراش لأن لا ياللي ياكلني ولا لا ياللي شربني، والناس الغريبة بتجيب لي أكلي وتجيب لي شربي وهم ما بيسألوش فيي، أكني ما ربتهمش، ما تعبتش عليهم، ما تعبتش على حد فيهم، أنا ما رضيتش أتجوز ولا رضيت أدخل لهم جوزهم، وأنا عندي 27 سنة وبابهم مطلقني، ولا ربيتهم أنا وكبرتهم وعلمتهم وجوزتهم، والاخر رموني، بنتي خدت مني الشقة وكتبتها لها 20,000 جنيه عشان اعمل عملية وما عملتش العملية، وخدت مني 20,000 اللي صرفت 3,000 على الاشاعات وعلى الحاجات، بتبقى 17 راحت واخداهم، قالت لي هاتهم سلف، والاخر ما ادتهمليش، بقيت اعمل علاج طبيعي على ظهري وما فيش فايده، ولا بيسالوا فيا ولا بيعملوا فيا، وجات لي غيبوبه السكر، جات لي غيبوبه السكر، قعدت 3 ايام مزنوقه ما بين السرير والشفونيره، والاخر جت واحده بعد 3 ايام بتخبط عليا ما لقتنيش، قمت انا بأمارة ما جيت فوق، قلت لها راحت جايه، قلت لها اكسري الباب يلي بره، جابت النجار وكسر الباب ودخلوا عليا شالوني حطوني على السرير. مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة لايف جديد من محافظة الغربية وتحديدا مدينة المحلة. الحقيقة ان بعد الحاجة سعدية قالته ده ما فيش كلام يتقال، يعني هي قعدت 3 ايام في بيتها ومش لاقية حد يجي يخرجها لحد ما كسر عليها الباب. الست دي لو جرالها حاجة وهي لوحدها محدش هيعرف عنها حاجة غير لما حد من اهل الشارع يجي ويخبط ويسأل هي فين. اتجوزت وخلفت 3 ولاد، ربتهم وكبرت وعلمت، بعد ما انفصلت عن والدهم وهي عندها 27 سنة، وزي ما هي قالت في الكواليس ان هي رفضت تتجوز عشان خاطر ما تدخلش حد غريب على ولادها. بعد كل ده بناء على كلامها التلاتة سابوها كده ولا بيسألوا عنها في أكل ولا في شرب ولا في أدوية ولا في علاج ولا في أي حاجة خالص، ولا حتى بيرفعوا عليها تليفون يقولوا لها انتي فين أو عاملة ايه النهاردة. الشقة اللي هي قاعدة فيها دلوقتي بعد ما انفصلت وربتهم قعدت فيها وهي شقة والدها، لكن جات في وقت احتياجها لأن هي تعمل عملية تقريبا مبلغها 20,000 جنيه. بنتها حطت ده قدام ده، قالت لها فلوس العملية مقابل إن أنا آخد منك الشقة، وفعلا زي ما هي قالت مضتها على فلوس الشقة 20,000 جنيه في مقابل إن هي الشقة بقت ملكية خاصة ببنتها. ورأفة بيها قالت لها، هي ما عملتش العملية، ورأفة بيها قالت لها هسيبك قاعدة في الشقة، لكن الجيران في الكواليس قالوا إن بنتها قالت كمان إن هي ممكن تطلع في أي وقت، وإن هي كانت حابة إن هي تطردها أو كانت عايزة تطردها لولا إن هما حاولوا يتحايلوا عليها بحيث إن هي تفضل قاعدة في المكان ده. حاجة سعدية، نعم يا ايه اللي حصل من الاول؟ يعني انتي قلتي لي ربيتيهم وكبرتيهم من وهم لسه عيال صغيرين، احكي لي كده ايه اللي حصل من الاول، اللي من اول حصل ما ابوهم انفصل عنك. ابو متجوز واحدة تانية عليا واتفصلنا كل واحد راح لحاله، تمام.
بيدي لكل عيل 20 جنيه، كتر اي رخص ال20 جنيه، اقول له زود، يقول لي مش قادره على تربيتهم هاتيه، اقول له قادره بعد ربنا. وكبرته، بقيت اخيط بالليل واخد اللي اخيطه عندهم اطفال وبناطيل وحاجات، واروح ابيعها في السوق، واقول اللي التاجر اللي ياخدهم ولادي اولى بيهم. تمام. والاخر كبرتهم وعلمتهم، واشتغلت عندي دكاتره، واشتغلت في مصانع، واتبهدلت. كان اخواتي بيمسكوني من شعري يضربوني في قلب الشارع عشان اتجوز، اقول لهم ابدا مش هتجوز، انا مش هتجوز، ولا جوز امه ابدا، وجوزتش وقعدت بيهم. يكون ده مصيري، ويكون درايتي. انا دلوقتي واحتري على رجلي اتكسرت، اتكسر في 7 مسامير، واتبهدلت، وما كانوش راضين يقبلوني في المستشفى، ومن ناس غربة، وقالوا لازم ولادها اللي يجوا. ولادي ما محدش منهم جه، وناس كتير في قلب القصر اتصلوا بيهم، لغاية الشيخ في قلب قناة الرحمة، من قناة الرحمة، معرفش ربنا بعتهولي، قعد يكلم فيها يجي ساعة. في بنتك. قالت له هي في القصر. طب معلش، ربنا يشفيه، احنا لما تبقى تموت نبقى نيجي. ومحدش منهم سأل فيه. لما تبقى تموت، يعني هما قالت لما تبقى تموت نبقى نيجي. ومحدش فيهم سأل فيه ولا قال لي انت فين، وخدت فلوسي وخدت حاجتي وخدت حاجتي. قالت لك فلوس، قالت لك الشقة قدام فلوس العملية. قالت لي الشقة، قلت لما لقيت الشقة ب20، قالت لي ب20,000، قلت لها في شقة يا بنتي ب20,000، قالت لي ما انا هاخدها واقعدك فيه لحد ما تموتي. جت كتبنا ثواني ورق. بس، هي قالت لك انا قاعدك فيها لحد ما تموتي ب20,000. كتبنا ورقة، قالت لي لو هتبيعيها ما انت هتاخدي فلوسها وتسكني بره. قلت لها ماشي، خدته مع خدت اديتها لها وسبتها. جيت قالت لي انت، جيت اعمل العمل بتاع ده، اللي عملت اشاعات وعملت حاجات ب 3,000 جنيه، اتبقى 17. عندهم عند اخويا، وقلت له عينهم عندك يا اخويا. لما قام عزم، لقيت اعمل العمليه، قالوا لي ب 35,000، قلت لهم ما معيش. بقيت اعمل، وراحت لغايه ما جالي الغيبوبه، غيبوبه السكر. قعدت ما بين السرير والشفونيره 3 ايام، قعدت 3 ايام ما بين السرير والشفونيره. جت جارتي عشان تشوفني بعد 3 ايام، بأمارة ما سمعت الخبطة عمالة تهبد على الباب. قلت لها يلا بره كسروا الباب، يعني انتي اغمى عليكي وفقتي لوحدك كده في ال3 ايام دول. في ال3 ايام دي ما درتش بنفسي. والاخر قلت لها كسري الباب، راحت جايبة النجار وكسر الباب، ودخلوا شالوني حطوني على السرير. قعدت على السرير، وبعتوا لها هي بنت لبنتي، جات بنتي، جات خدت كل حاجة في قلب الشقة. كنت عاملة الأكل في التلاجة ومحوشة كل حاجة، وكرتون الرز وإزازة زيت من الكبار، ومالية كل الدنيا مظبطة، خدت كل حاجة. مظبطة. هي أوضة فيها حاج تاني، تلجت غسلت وحاجتي، قافلة عليا الأوضة، أتصل بيه بقفلين اتنين، أتصل بيها علشان تيجي تفتحها لي وآخد المروحة. زلتني دلتنا على ما جت بعتت بنتها. قاعدة قعدتي في داخلة، ال3 ايام دول بتعملي ايه؟ قاعدة هناك عندها، هي خدتك عندها ليه بقى؟ ما هو عشان تقعد معاه. والآخر لا معلش، عشان برضو نكون متابعين معاكي الموضوع من اوله، يعني هي خدتك هتقعدي معاها ليه؟ عشان أنا عيانة، عشان لقيتني الغيبوبة والوحدة. راح تاني بقى قعدتك معاها كام يوم؟ 3 ايام، 3 ايام بس. والاخر قاعده تاكل هي واولادها. بقول لها ده انا لو يهوديه يا شيخه كنت قلت لي تعالى كل،
قالت لي كلت نزلت كلت كلت ما كلتش ان شاء الله مع انك كلت. راح جاي بقول لها يا اما الخير اللي انت بتاكلي فيه ده ما هو بتاع. رد ابنها قال لي اسكتي يا مرانتي الفاظ. لا ماشي مش تمام، كملي. قال لك اسكتي اللي عامل ايه؟ اسكتي يا مليك. قال لك اسكتي اللي احط ايدي على بقك اه وخلص خلص عليكي. عليك في الكلية. قلت له لا تخلص عليا لا يا ابني لا ده انا اروح. قال لي اروح الدنيا بنتي فلوس. قالت لي مالكيش حاجة عندي، ما اديتنيش حاجة، مالكيش حاجة عندي. التاكس وراح موديني للدكتور وكشفين عليا وجايبين لي العلاج. قلت له يعني هي بتقول للناس، بيقولوا لها تعالي شوفي مامتك، امك قالت لهم ايه؟ لا ما بجيش، ما هتعيني هتموت الف سلام وخلاص، ولا الصبيان ولا هي راضيين يجوا. واعمل ايه؟ وده مصيري بقى، اعمل ايه بقى؟ مفيش يوم حنوا عليكي فيه، اه لا مفيش يوم كانوا حنين لا. عليكي فيه. ويا ربي ويا رب عايز اقول لكم وهعرفكم، لاني كنت وحشه ولا عملت حاجه تغضب ربنا هيسحروا مني ولا حاجه سحرهم. ده اللي طفحت الدم عليهم وشفت اللي ما حدش شافه، كان من ابوهم قبل منهم وكان منهم هو ده مصيري، هو ده مصيري يا ربي. وبكره عليهم ما بيقولوش عليا، اعمل ايه اعمل ايه؟ طب انتي طلباتك ايه هم؟ طلب متحدد ايه ده؟ رحت عن زهرة، عن دار اسمها زهرة مصر. إيه يا ريت، وبيقولوا حلوة يعني وكويسة، يا ريت تاخدوني، يا ريت تاخدوني وتشوفوني، يا ريت تاخدوني وتشوفوني وتعالجوني وتشوفوا اللي فيا. يا رب يا رب يا رب، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ هو ده مصيري، هو ده مصيري بعد اللي أنا شفته، بعد اللي شفته، تمام. بعد اللي شفته، بعد اللي شفته واللي قسيته عشان عيالي يعملوا فيا كده ليه؟ ليه؟ ده أنا ولي يهودية، ربنا وصى